السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم عن تركيب برامج على لينكس بدون استخدام الطرفية. طبعا الطرفية في أسباب كثيرة تخلي الشخص يستخدم الطرفية، خصوصا بالشروحات، لأن ممكن شخص مبتدئ بيشوف شرح يقول ليش استخدم الطرفية، لينكس هذا كله طرفية، كله سطر أوامر بس أقعد أكتب أكتب. السبب أنه أسرع، بدل ما أقعد أقول لك افتح البرنامج الفلاني وادخل هنا واضغط هنا، اعطيك سطر واحد تضغط انتر انت وخلاص كل شيء تمام. هذا السبب الاول. السبب الثاني، في احيانا نوع من المتعه بالتعامل مع الطرفيه لبعض المستخدمين، وبنفس الوقت الطرفيه ممكن تؤدي اشياء البرامج الثانيه ما تؤديها، لان مهيئه على يعني الاغلب الاعمال اللي ممكن الشخص يسويها الشخص بلينكس. طب خلينا نشوف ايش ممكن نسوي. بالنسبه للتوزيع اللي استخدمه، توزيع منت مبنيه على ابونتو، ولا ابونتو بنيت على ديبيان، معناته اغلب توزيعات ديبيان تستخدم نفس الطريقه. الطريقه هي يكون في مدير برامج اسمه سوفت وير مانجر مثلا، وفي مثلا عندك ابونتو سوفت وير سنتر، وفي شيء مهم جدا الموجود مع اغلب التوزيعات، حتى توزيعات اللي هي على ابونتو مثلا، عفوا مبني على ديبيان مثل فيدورا مثلا، اللي هو برنامج سينابتك. طيب خلونا نشوف. في هذا البرنامج طبعا جاي مع المنت اللي هو مثل ما انت شايف هنا software manager. اوكي اكتب اسم البرنامج اللي تبي، نفترض جيني، اختار جيني لانه اسرع يركب، تضغط عليه install، دخل رقمك السري طبعا install اللي هو تثبيت، حط يدك على خدك شوي، اشرب شاهي معي حياك الله. اوكي دن خلاص البرنامج ركب. طبعا لاحظ راح تلاحظه موجود مع البرامج، هذا جيني. حذف البرنامج، تضغط عليه برضو مره ثانيه ريموف، وراح ينحذف البرنامج. هذا بالنسبه للطريقه الاولى. طبعا اغلب التوزيعات الحديثه او الموجهه للمستخدم مباشره، غير بعض التوزيعات اللي للمحترفين، موجود فيه مدير برامج زي هذا. ايضا عندنا في برنامج ثاني اسمه السنابتك، راح تحصله باغلب التوزيعات، طبعا تحصله مع الاضافات او مع البرامج الملحقه، او تحصله مع اداره النظام. لما تدخل اطلب منك رقم السري زي قبل شوي، تدخل تكتب اسم البرنامج اللي تبي. مميزات البرنامج هذا انه مو بس يعطيك البرنامج فقط لما تحمل برنامج معين، راح يعطيك البرنامج وجميع الاشياء المتعلقه بالبرنامج، حتى السورس كود. طبعا السورس كود اللي هو السطر اللي له، عفوا بعض البرامج المفتوحة المصدر، أو كل البرامج مفتوحة المصدر على لينكس ما عدا البعض، فممكن يعطيك سورس كود أو يعطيك أشياء معينة تساعدك إنك تبرمج أو تعيد برمجة البرنامج. فهذا جيني مثلا، تضغط عليه، تضغط مارك فور انستليشن، عفوا ترى شوية لساني بيلك الحين توي جيم، بعدين أبلاي. بعد الأبلاي راح يقول لك إنه تو بي انستولد، هذا عندك جيني انشينجد، الأشياء اللي ما راح تغير هذه ما راح تغير اللي هي نواة النظام. أبلاي وحط يدك على خدك ترندين. ايوه خلصنا. هذا بالنسبه للجيني. في بعض الاضافات مثل ما قلت لك قبل شوي، اذا حاب تحذف البرنامج مارك فور ريموفل راح يحذفه، مارك فور كومبليت ريموفل راح يحذفه مع جميع الاشياء المتعلقه بالبرنامج، اعدادات وخرابيط. فمثلا انا ما ابي الحين، راح اضغط مارك فور كومبليت ريموفل واضغط ابلاي وراح اتوكل على الله. طبعا هنا الأغلبية يفضلون البرنامج هذا بسبب انه تحصل البرنامج واشياء مشابهة للبرنامج ومرفقات للبرنامج واضافات اشياء كثيرة. هذا بالنسبة للطريقة الثانية اللي هي بطريقة السنابتك. في الطريقة الثالثة، تحمل برنامج من الانترنت مثل ما تشايف، نحمل برنامج فيرتشوال بوكس، طبعا تحمل حسب التوزيع اللي موجود عندك. اذا كانت تحت توزيعة ديبيان فراح ينتهي البرنامج باختصار DEB اللي هو ديبيان، دبل كليك عليه راح يتحقق من البرنامج هل هو موجود بالنظام ولا لا. اذا كان مو موجود بالنظام راح تحصل زر هنا اسمه انستول، اضغط عليه وراح يبدا بالتحميل. طبعا راح يطلب منك الرقم السري اكيد. الطريقه الاخيره اللي بالنسبه لي انا افضله يعني 90% من الوقت اذا كنت اعرف وش انا ابي بالضبط، اللي هو طريقه الطرفيه. سهله جدا جدا، لكن هنا زي ما تقول اخذنا منها عقده بسبب بعض الناس اللي تشرح للاسف ما ادري يستعرض انه عنده معلومات ولا ما ادري قصته. طيب اللي عليك تسويه اذا حاب تنزل برنامج او تسوي اي امر
على على لينكس عموما راح يطلب اذا كنت على مستخدم عادي راح ضروري تدخل السودو اذا كنت حاب تسوي اي شيء بالنظام. السودو اللي هو برنامج يساعدك انك تحصل على صلاحيات كامله بالنظام او اغلب الصلاحيات عشان ما حد يجي يدقدق علي الحين شغلا. اقول السودو بعدين اذا حاب تركب برنامج بالنسبه لل حاليا عندي برنامج الابت تكتب apt get install اسم البرنامج عفوا جيني تضغط انتر ابدا بالتحميل. طبعا ما طلب رقم السري لاني قبل شوي كنت اشتغل على الطرفيه لكن عاده يطلب الرقم السري. خلنا نسكر الطرفيه نفتحها عشان يطلب الرقم السري. اوكي الحين ركبت البرنامج. طريقه تحدث البرنامج سودو apt get remove واسم البرنامج جيني اضغط انتر شوف راح اطلب رقمك السري. دخل رقم السري طبعا ما راح اظهر اي رقم قدامك اضغط انتر يقول لك هل انت متاكد قل نعم يس طبعا كابيتال او سمول بالحاله هذه ما ياثر تمام. في طريقه ثانيه طبعا خلنا نسوي تحميل. اذا كنت من النوع او اغلب المستخدمين يحبون يسوون اشياء بسرعه ما احنا فاضيين لك يعني كل شوي نضغط انتر مثل قبل شوي يقول انا متاكد من التغييرات. اذا كنت متاكد من التغييرات وانت تكتب سطر الاوامر مثل الحين حطينا سودو apt get remove اكتب اسم البرنامج اللي هو جيني شجان على اتش انا حط حرف واي علامه ناقص بعدين واي بالطريقه هذه انت وافقت على جميع التغييرات بدون ما تضغط اي شيء اضغط انت راح يحذف البرنامج بدون ما يسالك. عندنا تحديث النظام طبعا ما راح تحتاج الطريقه هذه الا نادرا اذا كنت حاب تسوي الشيء بسرعه apt get سودو apt get update بالطريقه هذه راح يحدث النظام على توزيعات الديبيان. غالبا في مدير برامج معين او مدير تحديثات يظهر لك اذا كان في تحديثات على المنترا تلاحظ الايقونه هذه موجوده هنا. ايش ممكن ايش كلام اوكي دان. فيه هذا بالنسبه للتحديث هذه حدث قائمه البرامج فيها الاب جريد طبعا ما في اي شيء لكن لو في تحديثات جديده راح ينزل التحديثات. باقي شغله مهمه اللي شغله اضافه مصدر برنامج. وش هو مصدر البرنامج؟ طبيعي جدا طبعا احنا البرامج من وين تجي لنا؟ تجي من مخازن من سيرفرات معينه مخزن البرامج هذه. اذا كان مو موجود اسم السيرفر عندك بالتوزيع من وين يجي البرنامج؟ يعني يروح يبحث هو بجوجل ويدور؟ لا انت اللي عليك تسوي انك تضيف مصدر البرنامج. اذا جيت تنزل برنامج الحين اقول لك هذا هو المستودع مثلا هذا المستودع اللي هوت اوت تمام اللي هو برنامج تويتر تكلمت عنه قبل. كل عليك تسوي تنسخه تروح لمدير الحزام اللي هو سنابتك باكج مانجر راح اطلب رقم السري اكيد. تروح لما الباكج من فوق اللي هي حزم عفوا سيتنجز بعدين ريسبونسريز اللي هي المستودعات او المخازن ما ادري ايش تبي تصير بالعربي هذا سوفت وير اللي هي برمجيات اخرى اد من هنا دخل السطر اللي هو خاص بالمخزن طبعا عاده يبدا بالبي بي اي لكن هالمره ما اجيك السطر اعتقد انه بالشكل هذا راح يبدا. اما السطر هذا فيه مشكله تمام بي بي اي اد سورس غالبا بعض الناس يحط لك سطر واحد تضيفه عن طريق الطرفيه وخلاص. طبعا اذا كنت ما انت بحاب البرنامج هذا او المصدر هذا وانتهيت منه ما تبي تحديثات البرنامج حذف بس ريموف خلاص. هذا بالنسبه لاضافه مصدر البرنامج. الى هنا انتهيت الشرح هذا سويته عشان شخص انا ما ادري شو اسمه صراحه بس عشانك سويته. اي شخص عنده استفسارات او اسئله ويلكم يعني حياك الله. ادعوا لي اني اشفى لاني بديت شوي امرض فالله يسهل. يلا مع السلامه. الصلاه لايك سبسكرايب.